نظرة للواقع اللي احنا عايشين فيه نقدر نقول العالم يعيش في ظلام دامس وخوف وتوهان، والأسئلة عند الناس بقى ملهاش أول من آخر، واللي بيقرأ على مواقع التواصل الاجتماعي يشوف مقدار الكونفيوجن اللي الناس موجودة فيه. ما الناس دي بتعمل كده ليه؟ هي الناس بتموت بعضها ليه؟ هو كل ده عشان الغاز اللي في البحر المتوسط؟ هو فيه ايه؟ يا الناس جرالها ايه؟ مالك انت يا أردوغان بليبيا؟ مالك انت؟ فين الحدود المشتركة؟ مش معقول.